نروح بقى لخبر مختلف تماما. تخيلوا حضراتكم لما يكون الواحد يعني ايه نجم وبطل عالمي في رياضه من الرياضات وعنده ماتش مهم وتروح عليه نومه. ده حصل بحذافيره يعني مع نجم من نجوم التنس العالميين، وبدل ما يروح الماتش قبلها باربع ساعات على الاقل يا دوب يوصل قبل الماتش مباشره. ده اللي حصل مع اللاعب الروسي اندريه روبليف، وهو طبعا المصنف الرابع عالميا في رياضه التنس للرجال. حكى للصحفيين اللي حصل معاه بالظبط قبل مباراته اللي فاز فيها على منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس. قال قبل الماتش بحوالي خمس ساعات قلت اريح بالبلدي كده، قال لك ايه اريح، فدخلت اريح شويه على السرير وانا مش متعود انام بالنهار اصلا. المهم راحت عليه نومه ومحدش صحاه. وقال ان الغريب ان المنبه بتاعه رن اكتر من مره، بس كل مره كان بيصحى فيها ويفتح عينيه بيبقى فاكر ان ده المنبه بتاع الصبح. قال لك الصبح يعني لسه بدري، اما اريح شويه كمان. المهم تريحه في ضربه منبه، تقيله في ضربه منبه، لغايه لما في الاخر خالص صحي واستوعب انه عنده ماتش وان الماتش مش باقي عليه غير اقل من ساعتين. يا دوب لبس وجري وخد بعضه ووصل على ميعاد المباراه، ومباراه مهمه على فكره مش اي مباراه كمان، والنوع ده من المباريات لازم اللاعب يكون موجود منها يعني قبل منها على الاقل بثلاث ساعات. لكن هنقول ايه، او راح ولحق وفاز كمان. دي بقى النقطه بقى اللي احنا يعني عايزين نقف عندها، ان هو قدر ان هو يفوز رغم كل ده، بس حلو ان هو صريح برضه. لذيذ، هو لذيذ. عارف لو حد تاني هيقول لك اصل الطرق كانت واقفه مثلا الدائري في مشاكل. لا وبعدين على فكره ده عنده ماتش جاي، مباراته اللي جايه مع نوفاك جوجوفيتش اللي هو المصنف الاول عالميا، فما ينفعش تروح عليك نومه تاني يعني. ده اللي عايزين نقوله، ماتش مهم.